طبعاً معروف العدوان التركي على مناطق شمال شرق سوريا وجرائم الحرب التي ارتكبها عن طريقه بشكل مباشر وعن طريق المرتزقة المرتبطين به والمجموعات المسلحة التي دخلت مع الجيش التركي، ارتكبت جرائم حقيقة بشعة بحق المدنيين، إن كان القتل العمد الذي حصل ومنهم الشهيدة أفرين خلف، وكذلك القصف المتعمد على الكثير من المواقع المدنية، وقصف للإعلاميين، قصف للممرضين لسيارات الإسعاف. هذه كلها انتهاكات وجرائم حرب يجب أن يحاسبوا عليها، وهذا ما تم أيضا من خلال بعض المنظمات التي أصدرت قرارات بهذا الخصوص وتقارير. لذلك نحن يجب علينا أيضا متابعة تواصل مع الأمم المتحدة من أجل أن يتم محاسبة هؤلاء المجرمين، وأن يكون هناك أيضا محاسبة لدولة تركيا التي هي السبب الرئيسي بهذا الاجتياح. ما يخص وضع رأس العين، حقيقة وضع كان مأساوي من خلال محاصرتها، محاصرة العديد من الجرحى الموجودين هناك، محاصرة العديد من المدنيين الذين كانوا هناك. يعني هذه أيضا بحد ذاتها هي جريمة حرب، ويجب أيضا محاسبة تركيا على كل هذه الأفعال. والأهم من كل ذلك، نحن كشعوب شمال شرق سوريا ما نريده هو انسحاب الجيش التركي من هذه المناطق ومنعه من أي تدخل واجتياح يحصل للأراضي السورية. طبعا هناك مطالب للمنظمات المعنية أن تأتي، يعني يجب أن تأتي جميع المنظمات خصوصا تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في كل هذه الأمور. ونحن عبر الإدارة الذاتية ومجلس سوريا هناك مطالبات بهذا الخصوص، ويجب أن يحصل تحقيق جدي من قبل الأمم المتحدة بكل هذه الجرائم. يعني لاحظنا بأن هناك العديد من الإدانات الدولية، إن كانت حكومية رسمية، منظمات معنية، هناك إدانات لعملية الإعدام التي ارتكبوها بحق الشهيد هفرين خلف. ونحن بدورنا أيضا هناك التحقيقات والإجراءات التي حصلت حول تفاصيل هذه الجريمة، أعتقد بأن هناك ثوابت وأدلة كبيرة، وخصوصا أن هناك مشاهد فيديو أيضا تثبت كل ما حصل. فهؤلاء أيضا يعبرون عن هذا الفكر الأصولي المتشدد التكفيري الذي جاءوا من أجل إبادة شعوب هذه المناطق وليس من أجل تحريرها كما يدعي أردوغان.